بس صدق من ترجع هنا دموعك تنزل والله العظيم. الكورنيش جميل من شكل حلو بديع، العالم من تونس وين تروح تقضي وقتها بهالمكان هذا، لان هنا من نشاط حلو وما شاء الله كل شيء اللي يحتاجونه موجود عندهم. اليوم جينا للكورنيش قلنا خلينا نشوف نغير جو شويه، حتى اللي مو من البصره هم يجي يحب البصره. يعني احنا سافرنا طلعنا رحنا فرينا محافظات العراق كلها، فرينا كم دوله عربيه، بس صدق من ترجع هنا دموعك تنزل والله العظيم.